لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أنه لمس استعدادا لدى مجلس الأمن الدولي لتطبيق مزيد من العقوبات على معرقلي التسوية السياسية في البلاد، في حين أكد السفير اليمني لدى الأمم المتحدة خالد اليماني رفض ما يسمى مبادئ مسقط ورؤى الغرف المغلقة. المزيد في هذا التقرير. التقرير يكون معنا بعد قليل، حيث حذر ولد الشيخ من استمرار أعمال القتل والقصف العشوائي وحصار المدنيين كما هي الحال في مدينة تعز جنوبي اليمن، وقال إن مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان سيخضعون للمحاسبة وفقا للقوانين الدولية، لكنه استبعد إمكانية إجراء دولة جديدة من المفاوضات بين الفرقاء اليمنيين في ظل حصار تعز ومهاجمتها من قبل ميليشيا جماعة الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي صالح. نعم، نتابع هذا التقرير الآن. استبعد المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ عقد جولة حوار بين الفرقاء والتي كان من المقرر أن تجرى في جنيف نهاية الشهر الجاري. لم يغلق ولد الشيخ باب المفاوضات، لكنه اعتبر أن الفرقاء غير جاهزين للجلوس على طاولة الحوار، مؤكدا أنه يعمل على تحديد مكان وزمان المفاوضات دون أن يعطي جدولا زمنيا، متوقعا أن تبدأ المفاوضات المباشرة خلال الأسابيع المقبلة. ولد الشيخ أيضا حمل مسؤولية تدهور الأوضاع الإنسانية لغياب أفق الحل السياسي، متهما طرفا الصراع بالتجاهل الصارخ لقوانين الحرب والتي مثلت كارثة إنسانية على اليمنيين وحصدت أكثر من 5000 قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى والمشردين منذ احتدام المعارك في شهر مارس آذار الماضي، تاريخ بدء غارات التحالف العربي بقيادة السعودية. الطرفان تبادل الاتهامات بالتسبب في تأجيل عقد حوار جنيف، فمن جهتها اتهمت حكومة الرئيس عبد رب منصور هادي المعترف بها دوليا الحوثيين وقوات صالح بالمسؤولية عن تأجيل المفاوضات بسبب انتهاكاتهم المتكررة بحق المدنيين وحصارهم المستمر لمدينة تعز وتدهور الأوضاع الإنسانية بعموم اليمن. الحوثيون من جهتهم حملوا حكومة هادي ودول التحالف العربي بقيادة السعودية مسؤولية إحباط الحل السياسي ما فاقم الأزمة الإنسانية، لكن الأمم المتحدة وجهت أصابع الاتهام إلى الطرفين، فمن جهة اعتبرت الحصار الجوي والبحري الذي تفرضه السعودية وقوات التحالف ساهم بشكل كبير في تفاقم الأوضاع الإنسانية في اليمن، مقابل اتهامات للحوثيين وقوات صالح بقصف المناطق المدنية ومخيمات اللاجئين. وتشير أحدث التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة إلى وجود أكثر من 21 مليون شخص بحاجة لمساعدات إنسانية عاجلة، وهو ما يوازي 80% من سكان اليمن، ويفتقر 20 مليون شخص لسبل الوصول لمياه صالحة للشرب، بينما يتجاوز عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية 500,000 طفل. وكانت محادثات سلام سابقة برعاية الأمم المتحدة في يونيو حزيران تعثرت بعدما طالبت حكومة هادي بانسحاب الحوثيين من مدن استولوا عليها منذ سبتمبر أيلول العام الماضي كشرط مسبق لوقف إطلاق النار، وهو ما رفضته قوات الحوثي وصالح. فشل المفاوضات أو تأجيلها يعني في حسابات اليمنيين مزيدا من المعاناة ونزيف الدم، ويبدو أن عليهم انتظار اتفاق القوى الإقليمية الفاعلة في أزمة بلادهم حتى تنتهي معاناتهم، فمتى تتفق قوى الإقليم على إنهاء الصراع؟ انضم إلينا الدكتور حميدة الشجني الباحث في الشؤون اليمنية. دعني أبدأ من حيث انتهى الزميل جهاد أبو فلاح في تقريره، متى يمكن أن يتفق اللاعبون الدوليون حتى تسوى الأمور في اليمن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أعتقد أنه التسوية في اليمن وصلت إلى طريق مسدود، ولا أعول عليها الكثير لشيء واحد، لأنه نفس الفئة اللي حكمت اليمن لمدة 40 سنة سواء في الداخل أو في الخارج هم نفسهم اللي الآن مفروك لهم المجال لعملية
دفة الحوار وعملية إيجاد صيغة جديدة. ومن بداية المشاكل لحد الآن هو عبارة عن صراع على السلطة، ما فيش هناك يعني عملية إن في فئة ترجو للبلد الإصلاح والتنمية والازدهار وفئة أخرى تحاول أن يعني تطبط أو يعني تقضي على مشروع تنموي. المشكلة أن الجهتين كل واحد بيصارع على السلطة. بدليل يعني أكبر دليل على ذلك تعز على سبيل المثال الآن المتعاني تعز من مشاكل كبيرة جدا جدا، ومشكلة حصار وانقضاع المياه ويعني ضربات مستمرة، وكان هذا بالإمكان عملية يعني الانطلاق من ما يسمى بالجنوب وتعز وعدن والضالع لتحرير تعز أو فك الحصار عن تعز. لم تعمل القوى الخارجية ومؤزرة بدول ما يسمى بالاتحاد أو الدول القوى يعني سندتهم على ذلك. لماذا؟ لأنه في تعز في مشاكل بالنسبة للمتزعمين، المشكلة يبتعز وهو حزب الإصلاح. وحزب الإصلاح الناس اللي الآن موجودين في الرياض أكثر جلهم أو غالبيتهم من حزب المؤتمر الشعبي العام، وطرحنا الموضوع هذا سابقا، وللأسف حتى من نفس المتزعمين للحراك في أو للمقاومة يسمى المقاومة في تعز يعني غض الطرف عن الكلام هذا، ما ضلعوش. الأصبح في اليمن في عملية يعني عدم مصداقية، يعني هم بيعضوا للحلفاء الذرائع ان الحلفاء عايزه تستغل تعز كعمليه امتصاص للمشاكل اللي في اليمن كامله على اساس تحرير صنعاء. انت عندك وضع المفروض الكل يساعدك فيه، بس دخلت القضايا على بعضها. نعم. احنا الان احنا بنتكلم عن قوى اقليميه، هل هنالك رؤيه مشتركه لدى القوى الاقليميه المتداخله، يعني سواء كانت قوى تحالف عربي ام قوى غربيه ممثله في ايران وروسيا من جهة وأمريكا من جهة أخرى، هل هنالك اتفاق على حل للأزمة في اليمن لينسحب على الناس على الأرض؟ يعني قبل أن نلوم الناس على الأرض ونبدأ نحللهم ونصنفهم، نريد أولئك الموجودين في الخارج. له شوف، هل الإمارات والسعودية متفقين على حل؟ هو احنا بنتكلم على الداخل، هم اللي جابوا الخارج، يعني الآن السعودية وإيران الخارج الآن صار موجود الآن. نعم. بغض النظر من اللي جابه. نعم. أنا نتعامل مع واقع الآن، الواقع هذا يفرض نفسه. هو شوف المشكلة بالنسبة لدول الخارج، المشكلة لحد الآن هي لم تكن واضحة فيما تريده في اليمن. على سبيل المثال يعني ما يسمى بالحلفاء في بداية المشوار هما من دعموا الحوثيين وعلي عبد الله صالح لإيجاد أرضية خصبة لإيران في اليمن. يعني بدليل أنهم في البداية هم دعموهم ليس لإيجاد أرضية خصبة لإيران، دعموهم نكاية في الإصلاح. نكاية فأنا بكلمك عليه أنه نكاية في الإصلاح، فدعموا يعني قواعد الطرف الآخر قواعد إيران في اليمن. لما وجدوا أنه إيه الأمور تغيرت بشكل أو بهلواني السحر على الساحر. الساحر فأصبح فيه الآن تخبط، هل نعطي الإصلاح صلاحية أكبر أم أنه عملية يعني التضييق على إيران في المنطقة؟ فنسأل الباحث والأكاديمي الدكتور عبد الوهاب العوج وهو معنا الآن من تعز. دكتور عبد الوهاب، أولا طمئنا عن أوضاع تعز، والمبعوث الدولي يقول من المستحيل أن يستمر الحوار طالما أن هنالك حصار على تعز. طبعا أخي العزيز، أعتقد أن تعز تعاني معاناة شديدة مما سببه الحوثي بميليشياته وميليشيات المخلوق من حصار مطبق على مدينة تعز من كل الجبهات ومن كل الاتجاهات، وحدث حصار يعني نوعي حتى أنه لا يسمح للمياه بدخولها إلى مدينة تعز. وكما تعلمون أن مدينة تعز هي مدينة يعني منكوبة منذ زمن طويل بانعدام المياه العذبة ومياه الشرب، فتأتي لها من المناطق البعيدة من المحافظة. فأدى الحصار المفروض على هذه المدينة بأن مياه الشرب ومياه الاحتياجات اليومية للمواطنين لا تصل إليهم، لأنهم منعوا دخول ناقلات المياه إلى هذه المدينة. من المسؤول؟ من المسؤول عن تفاقم الأوضاع؟ هل هم من يتزعمون المقاومة داخل تعز؟ أم هم الحوثيون؟ أم أن المسؤولية مشتركة؟ لا طبعا هي القضية واضحة تماما. تعز محاصرة من جميع الاتجاهات بقطع حوالي 30 كيلومتر من كل المداخل الشمالية والجنوبية والشرقية والغربية، وهي المناطق التي يصل منها إمدادات المياه وإمدادات المشتقات النفطية وإمدادات الغذاء وإمدادات الدواء، ولهذا هي تعز محاصرة بمجملها
بكل أحيائها التي تسيطر عليها المقاومة داخل مدينة تعز. المقاومة مسيطرة على الأحياء وعلى المناطق. المناطق المحيطة بمدينة تعز في أطراف المدينة ومداخلها من كل الجهات محاصرة من قبل ألوية الحرس الجمهوري وميليشيات الحوثي التي يعني استغلت الموقف وقامت في الفترات الأخيرة بقصف الأحياء المدنية قصفا عشوائيا بصواريخ الكاتيوشا والمدفعية. لكن هنالك عفوا سيد البوق هنالك من يحمل المقاومة مسؤولية هذا الحصار، يعني كما يقولون لولا تواجدهم لما حدث هذا الحصار. لا يمكن أن تحمل المقاومة وهي محاصرة كما المواطنين محاصرين في داخل المدينة في داخل أحياء المدينة. الحصار هو من خارج مدينة تعز، حتى حينما حاول أبناء محافظة أبوية المحافظة المجاورة لمدينة تعز بعمل مسيرة للمياه سميت مسيرة الماء لإنقاذ أهلنا في تعز تم اعتقال 30 شخص من الناشطين الذين قاموا بتسيير هذه الحملة قبل انطلاقها بحوالي 8 ساعات. برأيكم يعني قوات التحالف، أنا آسف قوات التحالف، الأسئلة كثيرة والوقت قليل، قوات التحالف التي تمكنت من تحرير عدن والمناطق المحيطة بها، ما الذي يعيقها عن فك الحصار عن تعز؟ طبعا هناك يعني بعض الأعذار التي تصل إلينا كما نسمع بأنهم يريدون يعني تحرير المناطق المحيطة بسهولة من منطقة باب المنزل بباب النخا وهي المنطقة الغربية لمدينة تعز حتى يكون هناك إنزال لعربات يعني ودبابات وأسلحة نوعية وثقيلة، وكذلك الحرب من منطقة كرش المنطقة اللي هي محاذة بين محافظة تعز ومحافظة لحج. نجد أن كثير من المناطق التماس ما بين محافظة لحج ومحافظة تعز هي وصلت إليها قوات الشرعية والتحالف العربي لكنها لم تواصل المسير لإنقاذ مدينة تعز مما تعاني. وكما تعلم أن تعز ومحافظة تعز هي من أكبر المحافظات يعني عددا للسكان، هي أكبر. طب هل هذه المبررات مقنعة لأهالي تعز؟ ليست مقنعة ولا مقنعة لكثير من الناس، ويعتبرون أن هناك مبررات جيوش سياسية باعتبار أن تتهم مقاومة تعز بأنها تنتمي للتيار الإسلامي، وطبعا هذا خطأ. المقاومة هي أصبحت من جميع أبناء الشعب بمختلف تياراتهم وانتماءاتهم وحتى المستقلين ومن قوى حتى المؤتمر الشعبي العام التي حازت إلى القضية الوطنية وإلى قضية الشرعية ضد الإنقلابيين والصفويين. نعم أشكرك على التوضيح سيد عبد الوهاب العوج الباحث والأكاديمي، كنت معنا من تعز. نعم إذن سيد حميد نكاية يعني هل التحالف يريد أن يترك أهالي تعز يموتون تحت الحصار وذلك لأن المقاومة عندهم يقودها الإسلاميون أو يقودها من هم بين قوسين الإخوان؟ والله شوف هي كان بداية المشاكل كذا، بداية الحرب زي ما أسلفنا هي عبارة عن نصرة يعني ما يسمى بالحوثيين على الإخوان المسلمين. الآن تعز على سبيل المثال لم يتم يعني التحرك فيها بشكل جدي وواضح لهذا السبب تقريبا. بس أنا اللي بقول عليه أنا هنا إنه المفروض إذا في هناك مصداقية من ولد الشيخ ولا من الأمم المتحدة ولا من أي جهة مستقلة أن يكون هناك في حوار بناء، هو عملية إشراك عناصر مستقلة وعناصر أكاديمية وعناصر وطنية لم تلوث أيديها بالفساد ولا بالحكم في المدة 40 سنة الماضية، لأن المشكلة الآن هي عملية صراع على السلطة. نفس أنا يعني تمام. لا أفهم أي بعد إنساني، يعني أنا بعبارة أخرى نعم. إذا كان في ناس مقاومين على الأرض فكرك هو الحصار سيفتك في عضد أولئك المقاومين أم هو سيفتك في عضد النساء والأطفال؟ يعني أي تحالف وأي عرب يغيثون إخوانهم يتركون الناس تموت تحت الحصار وذلك نكاية بمن يتزعم المقاومة عندهم إن صحت هذه الاتهامات؟ هو شوف أنا بالنسبة لي أنا شخصيا أنا يعني قلبي ينزف على تعز وأتألم يعني كل وأتأرق لما يحدث لتعز بغض النظر عن المقاومين إخوان أو كما البلد يعني يذبح يعني البلد يذبح. هل الإخوان في اليمن جاءوا من المريخ مثلا؟ واليمن بشكل عام الآن الوضع الإنساني زي ما الريبورتاج يعني حدث 80% من الشعب اليمني يعاني وعلى وشك يعني يحدث مجاعات وأموات. أنا بدي جزئية بالله بحكم خبرتك كمان نعم. إيش التحدي في الموضوع
المائي يعني في اليمن باختصار؟ والله احنا نادينا قبل الحرب تقريبا بسنتين او ثلاث سنوات، وانا بنادي الامم المتحده وناديت يعني البنك الدولي، قلنا لهم شوفوا المفروض تعملوا تيم مستقل عن الحكومه، مستقل عن السياسه، مستقل عن الانتهازيه والفساد. هذا التيم هو يعمل لوبينج لإيجاد حلول، والحلول تتمثل كبدايه في عمليه التوعيه. هذا انت بتفترض انه في ناس تشتغل للبلد من الخارج بمهنيه وانتماء وليس مصالح وبراغماتيه من الداخل ومن الخارج. انا بالنسبه لي انا لي اصدقاء على امتداد الوطن، يعني من اقصى الشمال لاقصى الجنوب، من اقصى لا انا اقصد عن الجهات الدوليه، حتى البنك الدولي، حتى الجهات الاخرى، هي تتحرك وفق مصالحها ولا يهمهم كثيرا. طيب كما يقول البعض حال اليمنيين. ما هو صح الكلام هذا مضبوط، بس اللي بقصد هم الان مخصصين امكانيات كبيره جدا 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 لدعم هذه المشاريع. مثلا البنك الدولي عنده يعني رصد أرصدة كبيرة جدا جدا لدعم المياه، بس المشكلة أنها بتوصل إلى الجهة الفاسدة اللي بسخرها في يعني عبارة عن جيميك، يعني عبارة عن مشاريع لا تمت للواقع بصلة. وهناك يعني رئيس البنك الدولي في يوم من الأيام أجت إلى اليمن ورفض وزير المياه أنه يتقابل معها. تخيل تمام، وزير المياه اللي مسؤوليته رفض قبل معاه. فأنا كلمت أنا في الكلام هذا لما اجتمعت معاه، قلت باختصار المفروض اعملوا كوميتي خاصة بعملية المياه. وهذا لم يحدث حتى هذا لم يحدث. الناحية الثانية دول الخليج والأخيرة نعم، دول الخليج يعني تحسب نفسها أني بمنع عن المشكلة. هذه هي القنبلة المؤقتة التي حتضيح بالمنطقة كاملة، لأن الشعب اليمني على وشك أن يعاني من عطش، والعطش يعني لا يوقفه شيء، سيقتحم الحدود، سيدخل إلى كل مكان في الخليج، وستحدث كارثة إذا لم يتم معالجتها من الآن، والاستغاثة بالأكاديميين والمستقلين والناس اللي يعني قلبهم وضابعهم على اليمن. أنا أشكر جدا دكتور حميد، وأنا شاكر كثير لقناتكم. إلى سوريا، وقد قال سيرجي لافروف وزير